السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة. اليوم إن شاء الله جبت لكم معي أكلة رائعة جدا جدا سهلة وسريعة التحضير. كتوجديها في آخر لحظة، ما كتاخدش واحد الوقت اللي هو طويل وما كتاخدش واحد المجهود أو لا خدمة اللي هي كثيرة. دغيا دغيا كتوجد سهلة ولذيذة لذيذة لذيذة، وهذه أهم حاجة، كتجي رائعة. إذا جربتوها إن شاء الله غادي تعجبكم. غير خليكم معي باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وما تنسونيش باللايكات وتعليقاتكم باش نعرف كي جاتكم الوصفة. وبسم الله غنبداو اولا بالحشوة اللي هي سهلة جدا، ولانها كتحتاج تبرد غنبداو بها هي الاولى. غنجيب مقلاة على نار، غندير فيها القليل من زيت المائدة حتى تسخن، وغادي نزيد عليها بصلة كبيرة اللي قطعتها جوانح، غنشحرها لمدة دقيقة فقط، وغنزيد عليها مباشرة كمية من الفلافل. فلافل اي الوان عندكم، يعني الاصفر الاخضر الاحمر اللي عندكم. انا خدمت بالصفرة وبالخضرة، خديت حبة ديال الفلفل الأخضر وحبة ديال الفلفل الأصفر، خديت النص ديال كل حبة والنص باقي خليته غنحتاجوه في الأخير ديال الوصفة. غادي نشحرهم واحد شوية مع البصلة، دقائق معدودة فقط، ما غاديش نخليهم حتى يذوبوا أو حتى يدبلوا، بغيتهم يبقاو شوية باينين. هذا علاش غير نشحرهم مدة بسيطة فقط. مباشرة غادي نزيد عليهم 250 غرام من اللحم المفروم، اي نوع عندكم ديال اللحم المفروم ممكن تخدموا به، يعني كيما بغات تكون، المهم لحم مفروم. انا خدمت بكفته اللي هي متبله مسبقا، هذا علاش ما غنكثرش التوابل من بعد. غادي نزيد عليها القليل من الملح، دائما الملح حسب الذوق، ربع ملعقه من الابزار وربع ملعقه من الزنجبيل. كي قلت لكم ما كثرتش التوابل لانه عندي اللحم المفروم متبل مسبقا. غادي نزيد عليها القليل من توابل اللحم المفروم اللي كتكون واجده، من طبيعه الحال تقدروا ديروا التوابل اللي عندكم في الدار واللي كتفضلوا. وغادي نزيد القليل من الاعشاب المنسمه او لا غير الزعتر الا عندكم، كيجي رائع. والقليل من بودره الثوم، او لا ممكن من الاول تاخذوا شويه ديال الثوم المفروم وتشحروه مع البصله والفلافل عاد تزيدوا اللحم المفروم. شحرتهم حتى طابت لي ديك الكفته مع هذاك الخضر اللي عندي، صافي غادي نطفي عليها النار وغادي نخليها تبرد وندوزو باش نحضر لاباط اللي غنحتاجو في هذه الاكله. في المرحله الثانيه غادي نحتاج كاس ونصف من الدقيق الابيض، ما يعادل 150 غرام. كناخذ العبار دائما بالكاس ديال العنبه المتداول عندنا. غادي نزيد عليهم جوج بيضات وربع الكاس من زيت الزيتون مخلط بزيت المائدة، او لا غير زيت الزيتون بوحده او لا غير زيت المائدة بوحدها، ربع الكأس فقط. ملعقة صغيرة غير مملوءة من الخميرة الفورية، نصف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الخميرة الكيماوية او البيكنج باودر. غنزيد نصف كأس من دقيق الفينو او لا دقيق السميد الناعم جدا، السميد الناعم جدا او الفينو، رشيشه ديال الزعتر او الاعشاب المنسمه. انا دائما كنفضل الزعتر في هذه الوصفات هذه، حكوا بيديكم او اللي عندكم مطحون ممكن تخدموا به مطحون. وغنزيد القليل من بودره البصل او لا بودره ديال الثوم، الا ما عندكمش ممكن ديروا غير شويه ديال الابزار فقط. غادي نزيد على هذا الخليط كاس ونصف من الحليب بالضبط، لكن ما نضيفوش خطره واحده، غادي نزيدو شويه بشويه وانا كنخلط حتى كنحصل على عجين اللي هو خفيف نوعا ما. يعني ديروا الكاس الاول ديال الحليب، حليب اللي هو غير عادي، وخلطوا وعاد زيدوا نصف الكاس الاخر تدريجيا، يعني كتاخذوا بالضبط كاس ونصف من الحليب. المهم القوام ديال العجين اللي غتحصلوا عليه كيكون بهذا الشكل هذا اللي غتشوفوا معايا، تيكون ما تقيلش وماشي خفيف سائل. هذه هي النتيجه اللي كنتحصل عليها في الاخير، وهذا هو القوام المطلوب بالضبط. كتكون العجينه ما بين وبين، يعني ما تقيلاش اكثر من اللازم وما خفيفاش اكثر من اللازم. غير المهم تاكد انني خلطت جميع العناصر جيدا. من بعد غادي نغطي هاد لاباط هادي بفيلم اليمونتير ونحطها في مكان دافئ مده ديال ربع ساعه فقط، غير كتروبوزا اولا كتفاعل فيها الخميره شويه عاد غادي نخدم بها. من بعد كتجيب واحد طاوة اولا مول اللي يكون دائري اولا مربع اللي عندكم. انا خدمت بالمول ديال الزاج، لكن تقدروا تخدموا غير بلي مول عاديين ديال اللي كنخدموا بهم الكيك، الكيكات ديالكم نفس النتيجه. كناخذ المول اللي غنخلي لكم القياس ديالو في صندوق الوصف ان شاء الله. خديت مول اللي هو شويه راه كبير، هذا المول هكا باش تجيني لاباط رقيقه ما تجينيش غليظه، وكندهنو بالزبده وكنرش عليه الفينو باش هكا ما يلصقش ليا الاكله ديالي او ما تلصقش ليا فيه لاباط. كنفرغ فيه هاد العجين عندي وكنسرح ليه الوجه ديالو،
من بعد غادي نجيب الحشوه اللي كتكون بردات، وهذه حاجه مهمه. داكشي علاش قلت لكم ديروا الحشوه هي الاولى باش هكا كتبرد تماما. غادي نبدا كنوزعها فوق من هذا العجين بشكل متفاوي، نحاول نغطي العجين كامل بهذه الحشوه. حاولوا ما تخليوش الفراغات، نحاول ما امكن انني نوزعها بشكل متساوي. خديت شويه ديال الجبن الموتزاريلا اللي كنبقى عندي، من طبيعه الحال الجبن غير اختياري ماشي ضروري، يعني الا ما عندكمش بدون راه كتجي الاكله رائعه، او الا عندكم جبن ساندويتشات كذلك، الا بغيتوا ديروا فرماج احمر لكم الاختيار. وكندير قطع من الطماطم، او لا انا عندي هاد لي طوماط صغير، الطماطم الصغيره قطعتها انصف وكنديرها بشكل عشوائي، كنوزعها فوق من هاد الطبق كله. من طبيعه الحال ما عندكمش ممكن تاخذوا غير الطماطم اللي كتكون كبيره وقطعوها دوائر اللي هي رقيقه ووزعوها فوق من هاد الاكله، كتجي رائعه. الطماطم او مطيشه كتجي ممتازه في هاد الاكله هذه. وممكن كذلك تنقيوها وتقطعوها قطع او مكعبات وترميوها فوق من هاد الطبق. من بعد كناخذ ما تبقى لي من الفلفل الاصفر والفلفل الاخضر، كي قلت لكم خديت غير النص وطيبته مع اللحم المفروم او شحرته مع اللحم المفروم، ما تبقى كنخليه هكاك خضر. قطعته رقيق يعني بشكل طولي وكنوزعه، كيعطيني منها كيعطيني الالوان في هاد الوجبه، ومنها كيعطيني مذاق اللي هو زوين بزاف. وغادي نزيد الزيتون الاسود اللي مقطع دوائر والزيتون الاخضر اللي مقطع دوائر. من طبيعه الحال اي مكون من هاد المكونات ما كيعجبكمش ممكن انكم تستغناو عليه، لكن هو طبق صراحه متكامل، يعني هادشي كامل اللي درناه راه كيجي مع بعضياته كيجي رائع في المذاق. غادي نزيد في الاخير واحد الرشيشه ديال الزعتر او الاعشاب المنسمه، الا عندكم الاعشاب المنسمه مزيان، ما عندكمش ممكن ديروا غير الزعتر، كيعطي المذاق زوين بزاف وكيعطي واحد الريحه لهاد الاكله اللي كتكون كطيب صراحه كتجي اكثر من رائعه. واخر حاجه تقدروا تزيدوها هي خويط ديال زيت الزيتون من طبيعه الحال. غادي ندخلها للفران اللي كنكون سخنته مسبقا، كنشعل غير من تحت من لهاد المول وكنخليها كطيب، كتاخذ ليا تقريبا 20 حتى 25 دقيقه. المهم تاكدوا انها تحمرات لكم من التحت، ومن بعد تقدروا تحمروا ليها الفوق واحد التحميره خفيفه وتخرجوها من الفران مباشره. كيجي هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا معايا، الالوان ما شاء الله كتفتح النفس وكتفتح الشهيه. المذاق ديالها كيجي اكثر من رائع، بنينه بزاف بزاف، وكيشفتوا معايا راه سهله، ما فيها لا دلك ولا عجن، غير كنخلطوا وكنطيبوا مباشره. بنينه بنينه بنينه، نتمنى انكم تجربوها. انا شخصيا كناخذها مع زيت الزيتون ومع الكيتشوب، لكن بطبيعه الحال وحتى الصوص بيكونت او الحار، لكن كتبقى اذواق كل واحد وشنو كيبغي، ممكن تاخذوها بالطريقه اللي بغيتو. المهم انها غير هكا راه بنينه، فيها داك الريحه ديال الزعتر مع الريحه ديال داك التوابل اللي درنا كتجي ممتازه جدا جدا. نتمنى انكم فعلا تجربوها، اكيد اكيد غتعجبكم وغادي تبقاو ديروها وقت ما كنتو حايرين شنو توجدوا مثلا للعشاء. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون اعجابكم، نقول لكم خليتكم على خير، الى اللقاء.